ال17 يوم الباقيين فيهم افضل 10 ايام على الاطلاق. طبعا افضل 10 ايام ليه؟ ما نتحرى فيهم ليله القدر. خلينا قبل ليله القدر، لان احنا كمسلمين بنعتز بالقران وبنحتفل، ودي بناخد منها دليل تاني على جواز الاحتفال بالمناسبات العظيمه. احنا كمناسبات عظيمه بالنسبه لنا افضل واعظم مناسبه نزول القران صح. على قلب سيدنا محمد، فاحنا بنحتفل في الايام الجميله اللي جايه الباقيه من شهر رمضان بذكرى نزول القران، لان دي اعظم حدث يجب ان احنا بنحتفل بيه. بس احتفالنا كمسلمين ليه ضوابط، الضوابط بتاعته ان انت تحيي هذه المناسبات بمزيد من الطاعه، بمزيد من العباده، بمزيد من الاجتهاد وطلب الرحمات والدعاء والذكر. وسيدنا النبي قال لنا كده عباره احنا عدت علينا كتير بس لازم ناخد بالنا، كان بيقول اذا اقبل العشر الاواخر من شهر رمضان شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. العبارات الثلاثه دول المرتبطين احنا دايما بنسمعهم كتير، يعني ايه شد مئزره؟ ده كنايه عن الاستعداد للاجتهاد بقى في العشر ايام الباقيين. وأحيا ليله يعني أقام الليل بالطاعة والعبادة. وإحنا عارفين إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أكتر واحد بيتقرب إلى الله بمزيد من الطاعة والعبادة، حتى إنه كان بيقف قدام ربنا يصلي لغاية لما رجليه تورمت. أظن إن إحنا بقى جنب الحدث ده كسالة، إحنا جنب هذا الأمر يعني ما عندناش يعني شيء من الاجتهاد في الطاعة والعبادة. كان بيقف يصلي لربنا لما رجليه تتورم، فقالوا له يا رسول الله انت بتشق على نفسك يعني، وربنا قال في القرآن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فسيدنا النبي قال عبارة يعني احنا نبروزها كده ونحطها قدام عينينا، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني كأن المسلم لما بيعبد ربنا بيشكر ربنا، بيشكر ربنا على ايه؟ على لا انا اسمح لي اقف عند الايه الكريمه، ربنا قال ايه؟ قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب ليه ربنا ما قالش للمشاهد الكريم السؤال ده؟ ليه ربنا ما قالش وان تعدوا نعم الله لا تحصوها؟ هي نعمة واحدة ولا نعم كتيرة؟ نعم كتيرة. طيب ربنا بيقول بقى النعم الكتيرة دي لو انت مسكت نعمة واحدة بس منها وقعدت منها تشكر ربنا مش هتقدر تحصي ربنا شكر على هذه النعمة الواحدة. ده كون ان انت تنام وتستيقظ ده قمة النعم، كون ان انت تطأ الارض برجلك وتدوس وتمشي قمة النعم.